السياسة بتصنع ازاي، المواقف السياسية بتصنع ازاي، والعالم بيتحرك في اي اتجاهات. ودي كانت من الامور اعتقد اللي كانت الساحة المصرية والإقليمية ربما محتاجاها في هذه الفترة. كتاب سيرة وطن في جزء تاني الحقيقة مليء بهذه المشاهد وبهذه النقاط. احنا على المستوى البحثي نبقى مهتمين جدا ان احنا نقرا كتاب من هذا النوع، لانه الحقيقة بيقربنا من المشهد الحقيقي لما نحن نعيشه ولما نجابهه في قدر من استشراف المستقبل الحقيقة. وده أمر أعتقد أنه بالغ الأهمية في اللحظة اللي احنا موجودين فيها، أن احنا يعني نبقى بنين حركتنا على ما سيذهب إليه الإقليم والعالم. كان فيه هنا في كتاب سيرة وطن الحقيقة أكتر من إشارة وأكتر من إضاءة حوالين هذا الأمر. أنا الحقيقة يعني عندي نقطة أخرى يعني أحب أسجلها إعجاباً وانحيازاً أيضاً، وهو مسألة القيادة الإصلاحية والتيار الإصلاحي. يعني هذا المفهوم اللي هو ورد في الكتاب الحقيقة أنا بشوف أنه أول مرة نسمع ما يمكن أن احنا نقول تقريب المشروع المصري اللي احنا شايفين انه كبير جدا وانه هو مترامي المسارات والابعاد والحركة العامة اللي بتجري في مصر بشكل عام، ان هي يعني تتقرب بهذه الحرفية وبهذا الاسلوب البسيط اللي داخل الامر من اقصر طريق ومن اقرب نقطة، ان يقول ان اللي بيحدث الان فعلا احنا قصاد مش قيادة إصلاحية وحدها، لكن في رغبة لصناعة تيار إصلاحي في مصر. وده أحد التراكمات السياسية والمصطلحات السياسية الحقيقية، كيفية صناعة تيار وطني وكيفية إفساح المجال لاصطفاف تيار وطني يكون يحمل على عاتقه عملية الإصلاح، وإن هو يكون فعلا مؤمن بحالة إصلاحية لوطنه في هذه المرحلة من مراحل التاريخ. أنا يعني الحقيقة بأشيد وبشكر أستاذ أحمد طهري الحقيقة بأن هو يفلسف الأمر على هذا النحو، لأن يعني مش عايز أقول توارد أفكار أو توارد خواطر، لكن اللي مهموم بما يجري دائما ما كنت يعني أفتش عن هذا المصطلح وأشير لي بشكل أو بآخر إن ما يجري في مصر ليس فقط عملية بناء، عملية البناء هي جزء من عملية الإصلاح، من تيار الإصلاح، لأن الحقيقة إحنا شايفين يعني دفع اتجاه إصلاح موروثات كثيرة جدا جدا، وعملية الجمهورية الأولى والثانية بقى إن الجمهورية الثانية جاية عشان تصحح وتصلح بعض من الأمور اللي ربما للظروف السياسية، للأوضاع في الإقليم، لأوضاع العالم تأثرت، وده أمر أعتقد أنه طبيعي جدا. تأثرت الجمهورية الأولى بما كان يجري حولنا، عطلتنا في بعض المسارات، اضطرتنا لأن احنا يكون أدائنا على هذه الصورة اللي عجبنا في أجزاء منه، لكنه شعرنا جدا ان هو ينقصنا حاجات كتير محتاجين نعملها في الجمهورية الثانية. تيار الإصلاح حقيقة يعني علشان التقط بس واقول لحضراتكم ليه انا وقفت عند هذه الإشارة اللي اشار اليها استاذ احمد الطهري، هي ان تيار الإصلاح بيقتحم مشكلات عادة، يعني بيقتحم مشكلات وموروثات موجودة في الوطن اللي احنا بصدد سيرته بشجاعة، بشفافية، بمباشرة، بمصارحة، بمكاشفة. الكلام ده بنشوفه بمايك زي اللي انا ماسكه دوت، بيمسكه رئيس الجمهورية هذا القائد الإصلاحي ويتحدث بلهجة ويدخل في موضوعات، هو نفسه بعد ما بيسترسل في بعض من القضايا يقول هو مش الطبيعي ان انا اتكلم كده، والناس بتبقى مستغربة ان هو بيقتحم هذه المشكلة. على سبيل المثال
القضية السكانية في مصر، لما يتحدث عن القضية السكانية بيتحدث عنها بهذه المرجعية الإصلاحية إذا جاز التعبير، إن مش ممكن نكون عندنا قضية وإشكالية بهذا القدر، من الممكن أن تبتلع كل الجهود اللي إحنا بنعملها، وإنها كانت سبب رئيسي من أسباب تباطؤنا إنجاز التعبير أو تراجعنا في فترات من هذه القضية. قضية غير شعبوية على الإطلاق، مفيش قائد سياسي بيتحدث فيها وبيتحدث إلى الرأي العام وجمهور الشعب والمواطنين بهذه المكاشفة وهذه المصارحة. لما بيتحدث عن البيروقراطية المصرية في كثير من لقاءاته المعلنة وعلى الهواء مباشرة، وبيشير ان هذه البيروقراطية المصرية من الممكن انها تكون معطلة لمشروعنا الكبير، دول نموذجين الحقيقة لا اعتقد ان من لا يؤمن بعمق الافكار الاصلاحية كان سيتوجه ليها زي ما توجه ليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. التيار الاصلاحي يعني تيار عنده طموح كبير جدا، والرئيس وقف وقال انتوا ما بتحلموش ليه يا جماعه؟ هو انتوا خايفين ان احنا نبقى عندنا حاجه رائعه زي العاصمه الجديده؟ ده احنا عايزين كل مدن مصر تكون على نفس هذا المستوى وعلى نفس هذه القدره وهذه المكانه والكفاءه. الجمهوريه الجديده في تعاطيها مع ملفات الاقليم من اللحظه الاولى بتصنع لنفسها مكانه وبتصنع لنفسها قدرات تخدم هذا المشروع. ده التيار الإصلاحي كما أفهمه. التيار الإصلاحي والجمهورية الثانية لديها رؤية ولديها طموح إنها تحجز لنفسها مكان في العالم الجديد، في النظام العالمي الجديد اللي العالم كله النهاردة بدأ يقول إنه هو أصبح قيد التشكل، وهيخرج من رحم الحرب الروسية الأوكرانية نظام دولي جديد. مصر مبكرا جدا جدا عايزة تحجز مكانتها في هذا العالم الذي سيتشكل واللي احنا شايفين الملامح بتاعته. لما بيقف أستاذ أحمد الطهري عشان يلتقط من وسط هذه التفاصيل الكثيرة جدا مشهد الدولة المصرية وهي تعيد أبنائها من أفغانستان إلى القاهرة، إشارة موجزة ملخصة معبرة تدل على فحوى هذه الجمهورية الثانية وقدرتها قلبها. لما اتكلم إن هي دي مصر، هي دي جمهورية جديدة. الجمهورية الأولى ربما كانت مثار انتقاد عند الكافة والغالبية عن الدولة والمواطن اللي موجود خارج الدولة وخلل ما في هذه العلاقة، فما اتكلمش كتير أستاذ أحمد طارق. هو التقط هذا المشهد، مشهد صعب ومعقد جدا، وكان فيه نماذج كتير جدا جدا لدول أخرى موجودة معنا في نفس هذه الأزمة وتتعرض لهذا المأزق ويتعرض مواطنوها لهذا المأزق. الإشارة إلى ما قامت به الدولة المصرية وإلقاء الضوء عليه من قبل كاتب زي أستاذ أحمد طهري، أعتقد إن هنا وبيحاول يقرب المسألة. الدولة دي أصبحت تؤمن بإيه في اللحظة الراهنة، وقدراتها وصلت لغاية فين؟ إنها مش بتنوي فقط أو مش بتحلم لمواطنيها، دي بتعمل خطة وبتنفذ وبتنجح، والمصريين بيروح لهم من يحميهم ويحملهم ويوصلوا سالمين إلى أرض الوطن. نتكلم على عملية متكاملة، وأعتقد أنه اختار هذا النموذج أستاذ أحمد لأنه فعلا نموذج متكامل قصاد جنب دول تانية كتير تعثرت على الطريق وما يدركش أنها يعني تبلور هذا الشكل. فعلا انا مش عايز يعني استغل كل الوقت، لكن انا كنت الحقيقه النقطتين اللي مهتم جدا ان احنا نلقي الضوء عليها، واللي وقفني كتاب سيره وطن عند مفترق عند منتصف الطريق.